جابرييل ستريفيتسا في مواجهة سيلفستري. جابرييل ستريفيتسا، الهدف الأول، الهدف الأول لفريق ليتشي، بروعة سدد الكرة في زاوية والحارس في الزاوية الأخرى. الهدف الثامن لستريفيتسا في بطولة السيريا هذا الموسم. ركلة جزاء تحصل عليها جوندري وترجمها بنجاح اللاعب ستريفيتسا، بروعة، بالثقة، بهدوء. فريق ليتشي يفتتح التسجيل. تقدم مستحق للجالو روسي، كان الأكثر شجاعة، كان الأكثر محاولات، ونجح أخيرا في التسجيل. سيلفستري يضع ليتشي في المقدمة.